طيب خلونا كده قبل نبتدي معاكم اخبارنا المحليه نقف شويه عند مباريات الاهلي والزمالك امبارح في مسابقه الدوري الممتاز، ونبتدي من عند النادي الاهلي. بصراحه امبارح الاهلي نجح في ان هو يحقق فوز صعب جدا امام الاتحاد السكندري، يعني 1-0 في الجوله ال 12 من بطوله الدوري، علشان طبعا يواصل احتفاظه بصداره جدول الدوري. سجل الاهلي المزمبيقي لويس ميكيسوني في الدقيقه ال 35 عشان يعزز الاهلي بالفوز ده تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، وطبعا دي الخسارة الخامسة للاتحاد السكندري الموسم ده مقابل 5 تعادلات وثلاث انتصارات فقط، علشان يتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 14 نقطة في المركز 11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. لكن دي المباراة الأولى للفريق تحت قيادة عماد النحاس بعد رحيل جهاز الكابتن حسام حسن، وزي ما شفنا استغل الجنوب إفريقي بيتسي موسيماني مدرب الأهلي اللقاء في إجراء تعديلات كثيرة على التشكيل الأساسي، طبعا بإشراكه محمود وحيد في المركز الظهير الأيسر، وكمان حسين الشحات شفناه كمهاجم ثالث بجوار ميكيسوني وبيرسي تاو. كمان أحمد عبد القادر كان عنده مهام لاعب الوسط الثالث بجوار أليو ديانج وحمدي فتحي. اللقاء كان في اتجاه واحد ناحية مرمى محمد عبد المنصف حارس الاتحاد السكندري، واللي طبعا تصدى لأكثر من فرصة لحسين الشحات، وكمان في نفس الوقت أضاع بيرسي تاو ركلة جزاء بتسديدة الكرة في القائم. شفنا امبارح يعني من لمسة سحرية سجل ميكيسوني هدف المباراة الوحيد بتسديدة في المقص الأيمن بعد مراوغة ماكرة للاعبي الاتحاد السكندري عشان ينجح ان هو يكسر التكتل الدفاعي ويدخل منطقة الجزاء. في المقابل لم يتعرض محمد الشناوي حارس الأهلي لاختبارات حقيقية على مدار الشوطين، لان يعني السبب ده ايه؟ السبب انه كابتن عماد النحاس مدرب الاتحاد اعتمد على ان هو يكون جدار دفاعي املا في ان هو يستغل اي هجمه مرتده، وفي نفس الوقت تفادى الخساره الثقيله طبعا عليه. اما موسيماني ادار اللقاء باعصاب هاديه تماما ونشط الصفوف باكثر من تبديل على فترات متباعده، كمان شارك عمرو السوليه مكان ديانج تفاديا لحصول اللاعب المالي على بطاقه صفراء ثانية، وكمان شارك أفشة ومحمد شريف، وكمان ده كان مكان أحمد عبد القادر وميكيسوني، ثم طاهر محمد مكان الشحات، وفي الدقائق الأخيرة شارك علي معلول مكان محمود وحيد. رغم الإيقاع الهادي للأهلي كان أفشة قريب جدا من أنه هو يسجل هدف تاني في الوقت البدل ضايع قبل ثواني من إطلاق الحكم صافرة إنهاء اللقاء، لكن الحظ عنده علشان ينتهي اللقاء بهدف وحيد. وقبل ما أختم الكلام مع حضراتكم عن النادي الأهلي، عايز أوجه رسالة للناس اللي كانت عمالة توجه انتقادات كتيرة جدا لموسيماني بسبب الأداء. على فكرة بشكل عام لعيبة الأهلي ولعيبة أي فريق بشر، ودايما لما بيخرجوا من بطولة بيدخلوا في بطولة تانية بيكونوا هم مش روبوتس أو هم مش إنسان آلي، لازم يكون في كده حالة من الراحة، ودايما ما بنشوفش الأداء في نفس الأوقات دايما بيكون زي بعضه، ودايما لازم يكون في تغيير في العناصر بشكل كبير جدا، والعناصر الأساسية بتشارك مع المنتخب، علشان كده الأهم دايما في الفريق حاليا هو تحقيق الفوز والـ3 نقاط، ومستحيل أبدا فريق بيخوض كم المباريات اللي بكلمكم عليها دي ويقدر ان هو يحقق معدل الانتصارات والكرة الجميلة الممتعة في نفس التوقيت، خصوصا ان الجهاز الفني لفريق الاتحاد كان متغير، وكمان الكابتن عماد النحاس كان مجهز لعيبته بشكل جيد جدا.